قبل ما نبدأ في الفيديو عايز أفكركم بحاجة لطيفة جدا لكل المتابعين والأصدقاء الموجودين في الكويت. لو أنت ليك في الموبايل جيمز، لو أنت بتحب ببجي، فرصتك تطلع مهاراتك وتكسب. إكسايت وبالتعاون مع هواوي عاملين بطولة ببجي قوية جدا مع جوائز بقيمة أكتر من 25,000 دولار. بطولة يوم 7 و8 في الأفنيوز فيز 1، وأنا إن شاء الله هكون موجود هناك. التسجيل مجاني ولأي حد، وكل عليك إنك تدخل على الرابط هتلاقوه موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. معظم الفلاجشيبز اللي حوالينا دلوقتي تعتبر قوية جدا، فعلا وصلنا لمرحلة ممتازة، لكن معظم الفلاجشيبز دي برضو تعتبر شبه بعض، أو يعني بتديك تجربة استخدام متماثلة، بس كل فترة كده بيظهر لنا فلتة، جهاز كده تقدر تقول عليه فعليا ده حاجة مختلفة. طبعا ده وان بلس 7 برو، احدث فلاجشيب من شركه وان بلس. عرفتوا اكيد دلوقتي سمعتوا عنه كلام كتير جدا، لكن هو اتاخر عليا شويه في الشحن، طلع من هونج كونج على امريكا على دبي على الكويت، فاتاخر شويه ومعايا دلوقتي تقريبا بقاله حوالي اسبوع، فمش هنعتبر ده ريفيو كامل، ولكن فعلا الموبايل ده يستاهل جدا ان احنا نتكلم عليه. فممكن اعتبر الفيديو ده مثلا تجربه اوليه مطوله للوان بلس 7 برو، بس عشان اخلي الفيديو منظم اكتر خليني اكلمكم مثلا على اكتر 5 حاجات عجبتني جدا في الموبايل ده لحد دلوقتي، اكلمكم برضو على شويه حاجات من اللي ما عجبتنيش. بس خليني الاول اخدكم في جوله حوالين التصميم، عشان السنه دي بصراحه وان بلس عامله شغل ممتاز. طبعا هو زي السنين اللي فاتت الوان بلس 7 برو بيجي مع وش وظهر من الازاز وفريم من المعدن، لكن السنه دي بصراحه حاسس ان التقفيل بتاع المواد مع بعضيها وجوده التصنيع احسن بكتير من قبل كده، فعلا لا يقل ابدا عن احسن الفلاجشيبس الموجوده في السوق دلوقتي. الموبايل ده على فكره كمان تقيل، مش تقيل لدرجه يعني ان هو هيوجع لك ايدك وانت ماسكه، لكن تقيل عشان تحس ان هو مصنوع فعلا كويس، يديك احساس ان هو حاجه فخمه. النسخه اللي معايا دي هي اعلى نسخه من الوان بلس 7 برو، مش بتيجي غير في اللون ده، اللون خطير جدا ده واسمه نيبيولا بلو. المميز في اللون ده انك تحس ان الظهر بتاع الموبايل عليه طبقه كده مطفيه، بتحس ان هو مطفي، ولكن في نفس الوقت الضوء بينعكس من تحت الازاز ويديك الوان خطيره جدا بتقلب ما بين الازرق الفاتح والكحلي الغامق، ونتيجه كده هتحس ان شكل الظهر بتاع الموبايل بيتغير حسب الاضاءه اللي انت ماسك الموبايل فيها، وبرده الفينش المطفي بتاع الظهر ده بيخلي البصمات تعلم عليه اقل شويه. لكن عامه انا بصراحه لا انصح انك تستخدم موبايل زي ده من غير كفر. الفريم بتاع الموبايل كمان واخد لمسه كده من الالوان اللطيفه، وبصيت عليه من فوق هتلاقيه كحلي تماما غامق جدا، من تحت هتلاقيه ازرق فاتح، طبعا من الجناب متدرج ما بين الاثنين. الحركه دي شفناها قبل كده على موبايلات اوبو. بشكل عام تصميم الوان بلس 7 برو لطيف جدا ومسكته في الايد فعلا ممتازه. بس سيبك من التصميم، خلينا نتكلم دلوقتي بقى على اول حاجه عجبتني جدا في الموبايل ده، فعلا دي اكتر حاجه مميزه في الموبايل، وهي اكيد الشاشه. شاشه الوان بلس 7 برو مبهره بجميع المقاييس والمعايير والارقام واي حاجه انت عايزها. اولا الشاشه دي عملاقه في حدود 6.7 انش، تقريبا دي اكبر شاشه موبايل استخدمته السنه دي، بس مع حجمها العملاق ده الحلو جدا انها مغطيه وش الموبايل بالكامل، فعليا وش الموبايل كله شاشه. في بيزل سفلية يعني صغيرة قوي، يعني ممكن تتجاهلها بسهولة جدا، والباقي كله فعلا شاشة. مفيش هنا نوتش بأي شكل من الأشكال، مفيش هنا فتحات في الشاشة الكاميرا الأمامية، الكلام ده طبعا بفضل الكاميرا السلايدر اللي شفنا زيها كتير على موبايلات تانية قبل كده السنة دي. الشاشة دي كمان بتيجي بانحناء أو بإيدج لطيف جدا من ناحيتين، حاسس بصراحة إن الانحناء هنا مظبوط جدا، مش قوي زيادة فيضايقك وأنت بتستخدم الموبايل. لاحظت كمان إن السوفت وير هنا ذكي، فبيتجاهل تماما أي لمسات بتلمسها بإيدك اللي بتيجي طبعا على الإيدج بتاع الشاشة وأنت ماسك الموبايل، مش هتلاقي هنا أي مشكلة في النقطة دي خالص وأنت بتكتب مثلا على الشاشة وأنت بتعمل أي حاجة، الموبايل هيتجاهل تماما اي لمسه بالغلط. وكومبو الحاجات دي مع بعض مش بنشوفه كتير، وبصراحه قوي جدا ان مفيش نوتش، مفيش فتحه في الشاشه، الشاشه جايه بايدج مظبوط، البيزل السفليه اصغر ما يمكن، بيحسسك ان الموبايل ده بصراحه جاي من المستقبل، شكله مبهر. ده جانب الشكل والتصميم بتاع الشاشه، لكن جانب المواصفات كمان والحاجات التكنيكال مبهره اكتر بكتير. على فكره انا خدت فاصل من تصوير الفيديو، نزلت حلقت شعري ورجعت تاني عشان ما تستغربوش الموضوع، عيد بقى كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نكمل. شاشة ال 7 بلس كواد اتش دي بلس، ده ريزولوشن أول مرة نشوفه من الشركة. وان بلس بتسميها فلويد أموليد، طبعا جزء أموليد احنا فاهمينه الألوان قوية جدا وفاقعة والأسود أسود تماما، لكن جزء فلويد هنا هو المهم. الشاشة دي غير إن شكلها ممتاز والألوان قوية وبتدعم ال HDR 10 بلس، دي حاجة ممتازة، لكن أهم حاجة إن الريفريش ريت هنا
90 هرتز. شاشة 90 هرتز معناها ان اي حاجة بتشوفها او اي حاجة بتتحرك على الشاشة هتحس انها اسرع، او هي فعليا هتكون اسرع او اكتر سلاسة مرة ونص من غالب الموبايلات اللي انت استخدمتها في حياتك. هل دي حاجة فرقة او حاجة يعني محسوسة فعليا؟ فوق ما تتخيل. شركة ون بلس عامة بتحب تركز على تجربة الاستخدام بتاعة الموبايل، لكن الشاشة دي بتدي 7 برو بصراحة مستوى جديد تماما. كل الحاجات العادية واليومية اللي بتعملها على الموبايل الشاشة دي هتخليها لك ممتعة جدا، سواء بتقلب ما بين الهوم سكرينز او فاتح لست الابليكيشنز اللي عندك او بتعمل اي حاجة، كل حاجة هتكون سريعة بشكل غريب. الاحلى من كده كمان هي التجربة اللي هتاخدها جوه الابليكيشنز نفسها، سواء مثلا فاتح تويتر بتشيك على اخر الاخبار، او الاحلى من كده كمان وانت فاتح انستجرام، التقريبة العادية او الحركة العادية اللي بتعملها بايدك عشان تجيب البوست اللي بعديها مع اي موبايل تاني هتلاقي هنا فوتت لك مثلا 3-4 بوستات. مفيش هنا فرامل، مفيش اي تقطيع ولا لاج مع الشاشه، كل حاجه فعلا يعني اكتر من كلمه سلسه بكتير. وحتى كمان الاوتو روتيت او التقليب ما بين الراسي والافقي هتلاقي الشاشه بتلف بسرعه وسلسه بشكل غريب. دي بالنسبه لي اكيد حاجه جديده تماما، فعليا اقدر اقول دي اكتر شاشه استمتعت باستخدام اي موبايل بسببها. الموضوع كمان بيظهر جدا لما تجرب الموبايل وتستخدمه شويه وبعد كده ترجع لاي موبايل تاني حتى لو كان اقوى فلاج شيب موجود في السوق، تحس لا انا مفتقد الشاشه دي، ودي مشكله. يعني دي حاجه هتخليك فعليا تتدلع، يعني مش هتكون عايز تجرب اي شاشه تانية اقل من 90 هرتز بعد كده. للاسف السرعه والسلاسه اللي بحكي عليها دي مش هتبان في الفيديو، دي 90 هرتز والفيديو اللي بتتفرجوا عليه ده 24 فريم في الثانيه، فمش هيلقط السرعه الرهيبه بتاعت الشاشه، ولكن انا باكد لكم ان دي احسن شاشه ممكن تستخدمها دلوقتي على اي موبايل. انا على نفسي بصراحه اشتريت الموبايل ده مخصوص عشان اجرب الشاشه دي، ومش ندمان دلوقتي باي شكل من الاشكال. وده اللي بيوجهنا للحاجه الثانيه اللي عجباني جدا في الموبايل ده، وهي المواصفات الداخليه والاداء. الون بلس 7 برو متوحش، النسخه اللي معايا دي سناب دراجون 855، 12 جيجا بايت رام، وذاكره داخليه 256 جيجا. دي تقريبا اعلى مواصفات ممكن تاخدها على اي موبايل دلوقتي موجود في السوق، والمواصفات دي مع الشاشه دي بتديك تجربه استخدام اقرب ما يكون من انها تكون مثاليه. الون بلس 7 برو اقدر اقول بكل سهوله ان هو اسرع موبايل جربته لحد دلوقتي مقارنه حتى باي فلاج شيب تاني. مهما حاولت تجنن الموبايل ده، مهما حاولت تعمل، عايز تفتح مثلا 90 ابلكيشن تسيبهم شغالين وتقلب ما بينهم، مفيش اي مشكله. طول الاسبوع اللي فات اللي استخدمت فيه الموبايل ما قابلتنيش ولا تهنيجه ولا تقطيعه ولا فريم كده بيدروب، مفيش اي بطء هنا باي شكل من الاشكال. الابلكيشن تفتح بسرعه جدا والتقليب ما بينها بيتم باسهل ما يمكن. اللي مساعد ال7 برو كمان على السرعه الرهيبه دي ان هو بيستخدم ذاكره داخليه من نوع UFS 3، دي اسرع نوع موجود دلوقتي في السوق، والموبايل ده هو التاني موبايل يستخدمه مباشره بعد الجالكسي فولد. طبعا اكيد مش محتاج تتساءل الموبايل ده هيشغل الجيم دي ولا هيشغل الجيم دي، الموبايل ده هيشغل لك اي حاجه انت عايزها على اعلى جرافيكس. زي ما انتوا اكيد ملاحظين الثيم العام مع الون بلس 7 برو هو تجربه الاستخدام الممتازه والسرعه، عشان كده تالت حاجه عجباني جدا في الموبايل ده هي البصمة. ون بلس ما تعتبرش جديدة على استخدام بصمة الشاشة، ولكن لأن طبعا تعتبر الجيل المحسن أو المطور عن الجيل اللي فات. باختصار ممكن اقول ان دي تعتبر اسرع بصمة شاشة موجودة دلوقتي. طبعا سمعتوا كلمة اسرع كتير في الفيديو ده، لكن فعليا الموبايل ده كل حاجة فيه سريعة. البصمة اللي هنا طبعا من نوع اوبتيكال، يعني بيستخدم الضوء، وفعليا مجرد لمسة بسيطة جدا على الشاشة الموبايل بيفتح مباشرة، يعني تقدر تقول كل مرة بيفتح مباشرة من غير ما يطلب منك تاني البصمة. كل مرة بتعمل انلوك بيظهر قدامك انيميشن لطيف كده حوالين البصمة عشان يبين لك ان هي عملت انلوك، وعندك كذا انيميشن تختار منهم في السيتنجز. فعليا البصمة هنا كويسة جدا لدرجة ان انت مش محتاج انك تفكر فيها، خلاص هتنسى ان انت في بصمة في الشاشة عادي، بقت بقوة البصمات القديمة اللي كانت موجودة قبل كده، بتفتح من غير ما تفكر فيها. كان نكون وصلنا للحاجة الرابعة اللي عجباني جدا في الون بلس 7 برو، ودي ممكن اسميها مثلا الحاجات الصغيرة. مع استخدامي للون بلس 7 برو الفترة اللي فاتت ابتديت الاحظ كده حاجات لطيفة. اولا الفايبريشن، موتور الفايبريشن الموجود هنا بصراحة ممتاز. موبايلات ون بلس القديمة كانت بتعاني شوية من النقطة دي، لكن ده موتور الفايبريشن اللي فيه مثلا اقدر اقول في مستوى الموجود في البيكسل. طبعا انت ممكن تحس ان دي مش حاجة مهمة يعني، لكن هي فعلا بتأثر على الاستخدام. لما تيجي تضغط مثلا على البصمة تحس فايبريشن كده مظبوط جاي تحت مكان صباعك بالظبط، كأنك ضغطت على زرار. نفس الكلام برضه هتحسه وانت بتستخدم الكيبورد وانت بتكتب، وتحس ان كل حرف كده كأنه هو زرار فعلا، هتحس الفايبريشن كده بيطلع في المكان المظبوط بالظبط. يعني دي حاجة محتاج تجربها عشان تحس بيها بشكل صحيح. الناس اللي جربت ايفون، اي ايفون حديث،
موتور الفيبريشن هناك ممتاز، بيديك تقريبا تجربه مشابهه. من الحاجات الصغيره اللطيفه جدا كمان في الوان بلس هي الالرت سلايدر. الزرار بيخليك تقلب ما بين الصوت العادي والفيبريشن والسايلنت، مجرد حركه بسيطه. ده اكيد اسهل واسرع بكتير من انك تقلب في السوفت وير وانت داخل اجتماع مثلا او انت داخل تصلي. عجبني كمان انها بتظهر لك على الشاشه حتى وهي مطفيه انت موجود على اي مود بالظبط كل ما بتقلب في الزرار. عجبني اللايف وول بيبرز الفضائيه اللي بتتحرك كل مره بتعمل انلوك الموبايل، طبعا مع شكل الشاشه اللي واخد الوش كله شكلها لطيف جدا. عجبني كمان حركه الضوء اللي بتحصل على الايدج بتاع الشاشه لما يجي لك اي نوتيفيكيشن والشاشه مطفيه، شكلها لطيف جدا. عجبني كمان الانيميشن اللطيف اللي بيظهر تحت السلايدر لما بتحول على الكاميرا الاماميه. ده غير الحاجات الكتير الصغيره واللطيفه اللي هتكتشفها وانت بتستخدم اوكسجين او اس السكين بتاع ون بلس، اللي بيديك اوبشنز كتير جدا للكاستمايزيشن او انك تعدل على شكل الموبايل زي ما انت عايز بالظبط من غير ما يكون شكل السوفت وير عامه بعيد عن الستوك اندرويد. واكيد عجبني كمان ودي مش حاجه صغيره، الموبايل ده هو اول موبايل من الشركه يجي مع سماعات ستيريو. دي مش احسن سماعات ستيريو جربتها، وهي اكيد احسن من اي سماعات مونو قبل كده. كده نكون وصلنا للحاجه الخامسه اللي عجباني في الون بلس 7 برو وهي البطارية. في بداية تجربتي الموبايل بصراحة خلال الفترة اللي فاتت كنت مقلق من البطارية، الشاشة عملاقة كواد اتش دي بلس و90 هرتز، فكنت قلقان. أول شحنة فول مع الون بلس 7 برو ادتني تقريبا 5 ساعات ونص سكرين اون تايم، يعتبر رقم كويس ومتماشي مع كتير من الفلاج شيبس الموجودة دلوقتي، ولكن مش توب، أقل بفرق مش قليل عن مثلا البي 30 برو اللي يعتبر بطل البطارية لحد دلوقتي. لكن الوضع بعد كده بصراحة اتحسن، الموبايل بعد كده بقى بيديني 7 ساعات وشوية سكرين اون تايم مع الاستخدام الطبيعي اللي انا بستخدمه اللي هو استخدام يعتبر مكثف، ودي اكيد ارقام تعتبر ممتازه على شاشه بالمواصفات دي. والموبايل خلال الايام اللي فاتت عمره فصل معايا مثلا في نص اليوم بيكمل معايا اليوم بسهوله. ده غير طبعا ان مرحله الشحن نفسها بتعدي بسرعه جدا عشان الموبايل ده بيجي مع شاحن خطير اللي هو الوارب تشارجر، بيديك فعليا تقريبا 60% البطاريه في حوالي نص ساعه، دي حاجه كويسه جدا. طبعا زي ما شفتوا اتكلمنا كلام كتير جدا حلو على الموبايل ده وهو بصراحه لحد دلوقتي يستاهل. طبعا زي ما قلت لكم ده ما يعتبرش ريفيو كامل، انا لسه بجرب الموبايل اكتر، لسه عايز استخدم الكاميرات بشكل مكثف، لسه ما اقدرش احكم عليها كان رمضان بقى ومفيش وقت للتصوير وما الى ذلك، ولسه كمان عايز اختبر البطاريه فتره اطول. لكن برضو اكيد في شويه عيوب وفي شويه حاجات تعتبر ناقصه في الموبايل ده، زي مثلا ما عندكش شحن لاسلكي لو دي حاجه مهمه بالنسبه لك، ما عندكش اي بي ريتنج حقيقي لمقاومه الغبار والميه. ون بلس تلميحات ان الموبايل هيكون مقاوم للميه لدرجه ما، وفي ناس جربته فعليا تحت الميه واشتغل من غير مشكله، لكن مفيش حاجه تضمن لك ان هو مش هيحصل له حاجه لو وقع عليه ميه. في حاجه كمان مهمه جدا تاخد بالك منها، دي ما تعتبرش عيب يعني عند كل الناس، لكن مهم انك تعرفها، الموبايل ده عملاق، ده يمكن اكبر موبايل فعليا مسكته السنه دي، كبير جدا. شخصيا بصراحه انا عاجبني حجم الموبايل الكبير، هو اصلا مفيش اي مساحات ضايعه، الشاشه فعليا واخده الموبايل كله، ولكن في ناس مش بتفضل حجم الموبايلات الكبيره، وده موبايل فعلا صعب تستخدمه بايد واحده لو انت ايديك صغيره شويه، او حتى لو انت ايديك كبيره برضو محتاج تستخدمه بايديك الاثنين معظم الوقت. على فكره كمان الكيس الشفافه اللي بتيجي على الموبايل جوه العلبه بتخلي حجمه اكبر بكتير كمان، تكون فعلا عملاق. لكن انا اشتريت كيس من الاكسسوارز الرسميه من موقع ون بلس، بصراحه جودتها ممتازه جدا ومش بتزود حجم كبير على الموبايل. في حاجه كمان اخيره لاحظتها وانا لسه ما حكمتش على الكاميرا، ولكن لاحظت ان مفيش وايد انجل في الفيديو، معرفش ليه بصراحه، مفيش غير زوم والفيو العادي، الوايد انجل مش موجود في الفيديو، يمكن هيتضاف بعد كده في سوفت وير، لكن دي حاجه مش موجوده حاليا. ولكن بشكل عام وكتجربه اوليه مطوله لحد دلوقتي زي ما قلنا، الموبايل ده فعلا خطير وانا معجب بيه جدا لحد دلوقتي، ومتحمس اجربه اكتر الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان بعمل لكم ريفيو كامل مع تفاصيل اكتر عن الكاميرا والبطاريه والاداء وغيرها. كالعاده لو عندكم اي اسئله او حاجات عايزين تعرفوها عن الموبايل يا ريت تكتبوها لي في التعليقات. وبس لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك عنيف، ما تنسوش تشتركوا في القناه، شغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اول باول، يا ريت كمان تابعوني على انستجرام فيسبوك وتويتر، الروابط كلها هتلاقوها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، سلام.